أهلا 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 بحضراتكم، ولسه معاكم في برنامجكم التاسع. تعال نحط سؤال، الدولة مهتمة بالعمالة غير المنتظمة أه ولا لأ؟ أنا ممكن أجاوبك وأقول لك أه، هتيجي تقول لي طب إزاي؟ أقول لك طب ما تيجي نشوف مع بعض إيه هي المراحل المتعلقة بدعم الدولة واهتمامها الحقيقي والأصيل بالعمالة غير المنتظمة. طيب مرحلتي الأولى قد إيه يا يوسف؟ محافظة 2 3 16 محافظة هي المرحلة الأولى بتاعتي. خلوني هنا أرحب وبشدة بدكتورة ميرفت صابرين، المشرف على مشروع دعم العمالة غير المنتظمة ومساعد وزير التضامن. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. خلينا الأول نحط تعريف تصنيف لكلمة عمالة غير منتظمة. خلينا نتكلم، هو العمالة غير منتظمة للأسف يعني مفيش تعريف ليها على في القوانين ولا على المستوى القومي، ولكن يعني متعارف عليه ان العماله اللي ملهاش مكان عمل ثابت ولا صاحب عمل ثابت ولا ليها دخل ثابت. فده ببساطه ايه هي العماله غير المنتظمه. حضرتك اتكلمت عن ايه هي جهود الدوله لدعم العماله غير المنتظمه. يعني قبل ما اتكلم على برنامج دعم العماله غير المنتظمه واللي معالي وزيره التضامن شهدت اطلاق البرنامج الاسبوع اللي فات واول مرحله منه، ولكن احنا ممكن نقول الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة لما دعمت العمالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اللي هو 148 ل 2019 من خلال ان هي بتتحمل حصة صاحب العمل. يعني الدولة بتدفع عن العامل 12%. الدولة كمان دعمت العامل غير المنتظم في قانون التأمين الصحي الشامل وفي المنظومة الجديدة بان هي بتتحمل فرق يعني الفرق الكاب بتاع العمالة غير المنتظمة 7%. المفترض ان هو بيدفع 5% عن نفسه، 1% عن كل فرد من افراد الاسرة، فما يزيد عن 7% الدولة بتتحمله عن العامل غير المنتظم. فمنظومة التأمين الاجتماعي الدولة دعمت العامل غير المنتظم، غير بقى البرنامج الجديد اللي اطلقته وزارة التضامن، وده احدث برنامج للتمكين الاقتصادي اطلقته الوزارة، بيستهدف 10,000 عامل في 6 محافظات. دي المرحلة الأولى من 16 محافظة اللي هو إجمالي البرنامج، بإجمالي محفظة تمويلية 160 مليون جنيه، وده تم توقيع البروتوكولات التعاون مع 3 جمعيات أهلية للتنفيذ. دي المرحلة الأولى. البرنامج كله مستهدف حوالي 30,000 عامل بمحفظة إجماليها 570 مليون، وده بناء على مذكرة تفاهم توقعت ما بين وزارة التخطيط ووزارة التضامن. مين اللي بينفذ البرنامج؟ من قبل وزارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي. ده صندوق تم إنشاؤه في 1956 بقانون، وهو وحدة إدارية تتبع وزارة التضامن. الهدف من الصندوق أو الصندوق بيقوم على إيه؟ بيشتغل على الارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر المحدودة الدخل اللي في الريف المصري، وفي نفس الوقت بيشتغل على تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية. احنا حاليا معالي وزير التضامن بتفعل الصندوق من إعادة هيكلته وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، ان احنا حطينا قواعد ولوائح جديدة، حطينا قواعد للإقراض، ومن هنا نبدأ يعني برنامج الدعم العمالة غير المنتظمة. مش بس البرنامج دعم العمالة غير المنتظمة، ولكن الصندوق عمل شراكات مع بعض الجهات الدولية من خلال ان هي تشتغل على تمكين الفئات الاولى بالرعاية ومنهم مستفيدين تكافؤ كرامة. ده الصندوق احد الاذرع التمويلية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ولكن عندنا كمان برامج تانية. عندنا برنامج فرصة، وده بيشتغل على التمكين الاقتصادي لمستفيدين تكافؤ الكرامة او الدعم النقدي، ان هو بيحاول يشتغل عليهم عشان يخرجهم من دايرة الفقر، وانها تبقى أسرة معالة، لانها تبقى أسرة منتجة ومكانة ومستقلة اقتصاديا. عندنا بنك ناصر الاجتماعي وبيشتغل على برامج برضه التمكين الاقتصادي، وعنده برنامج خاص بالمرأة المعيلة اسمه مستورة بيستهدف المرأة المعيلة. عندنا كمان مؤسستين تابعين للوزارة بيشتغلوا في التمكين الاقتصادي، المؤسسة العامة للتكافل اللي هي معونة الشتاء زمان يعني، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. فملف التمكين الاقتصادي في الوزارة ملف كبير جدا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 417,000 مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه. ما شاء الله. فده ومن هنا بدأنا، يعني خلينا بنتكلم الوزارة
والدولة بدأت تغير في سياسات الحماية التقليدية وانتقلت من الحماية للتمكين. يعني برامج الحماية 3 مناهج، منهج الحمائي والمنهج التمكيني ثم المنهج الوقائي. حاليا احنا بنشتغل على تكامل الـ3 مناهج، انه منهج الحمائي بيركز بشكل اساسي على المساعدات الاجتماعيه وبرامج التامين الاجتماعي، والمنهج التمكيني بيشتغل على توليد فرص العمل واعاده الادماج في سوق العمل. المنهج الوقائي وده بيشتغل على اتاحه الخدمات الاساسيه، بيتكلم عن الصحه والتعليم، وبيشتغل على تنميه الوعي العام. فاحنا شغالين على الـ3 مناهج، وبالتالي في منظومه كامله متكامله شامله بتستهدف المجتمع ومد مظله الحمايه الاجتماعيه. يعني طب ده احنا كده بنتكلم على طيف واسع جدا من خدمات المظله الاجتماعيه او المظله الحمائيه للمجتمع. يعني الدوله اشتغلت على اصلاح وتوسع في منظومه الحمايه الاجتماعيه، بدءا من الاصلاح التشريعي، وزي ما قلت لحضرتك صلحت في قانون التامينات، كانوا حوالي 5 قوانين ضمتهم بقانون واحد وبسطت الاجراءات، خفضت كمان الاشتراكات وحسنت المعاشات وحطت حد ادنى، اشتغلنا على اصلاح منظومه الرعايه الصحيه لما طلعنا قانون التامين الصحي الشامل، اشتغلنا على كمان اللي هو من خلال القانون بتاع التمويل المتناهي الصغر والمشروعات الصغيره والمتوسطه، بنشتغل دلوقتي على مجال التوعيه، واحنا عندنا في الوزاره برنامج للتنميه المجتمعيه اسمه وعي مصر بتتغير. فاحنا بنبدا نشتغل كمان الحمايه الاجتماعيه متنفذش من خلال الوزاره، ولكن لازم تبقى في مجموعه متكامله، يعني مثلث التنمية بنقول عليه الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الخاص. كمان يعني الوصول لبعض الفئات لازم بيبقى بالتواصل المباشر، ومن هنا بدأنا نعمل لنفسنا أزرع أو سفراء لينا على الأرض، ودول من خلال الرائدات الاجتماعية. حاليا دلوقتي في 15 رائدة اجتماعية تتبع وزارة التضامن، بتتواصل بشكل شبه يومي مع الأسر المستفيدة من تكافؤ الكرامة أو البرامج المختلفة اللي بتطلقها الوزارة. فده بيخلي ليك وجود على الأرض بسرعة التنفيذ. حتى لما بنيجي نصمم بعض البرامج بنعمل بعض المساحات اللي في الميدان، بحيث ان احنا بنرصد هي ايه الاحتياجات وايه الفجوات اللي بتبقى في منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث بتساعد ده انه تعمل تصميم جيد للبرامج الجديده والمستحدثه، ومنها العماله غير المنتظمه. هايل جدا. طب انا عايز اذنك يا دكتور ميرفت، عايز اطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل. اول سؤال دايما هيتبادر على ذهن المشاهد، لو انا جزء من هذه العماله غير المنتظمه، او لو انا عاوز استفيد من برامج الحمايه الاجتماعيه اللي بتوفرها الوزاره، انا اعمل ايه واروح فين وايه اللي مطلوب مني؟ يعني ازاي هتشوفوني؟ ده اول سؤال ممكن يجي على الذهن. هستاذن حضرتك نطلع للفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. اي حاجه بتتقال في الفصل مش هتتقال على الهوا، قاعده، الا بقى لو يعني او لا يعني موضوع تاني يبقى نتكلم فيه بعدين. خليني انا اجدد ترحيب مره تانيه بدكتور ميرفت صابرين، المشرف على مشروع دعم العماله غير المنتظمه ومساعد وزير التضامن. وانا كنت بقول قبل الفصل على طول، انا لو اني من الفئات المستهدفه هتشوفوني ازاي؟ بنشوف ازاي؟ من خلال قواعد البيانات. يعني العماله غير المنتظمه احنا بيبقى عندنا قاعده بيانات متكامله، دي اللي تم يعني انشائها خلال فتره كورونا وصرف المنحه ال 500 جنيه. احنا بنتبادل قاعده البيانات مع الجمعيات الاهليه اللي بتنفذ على الارض. الجمعيات هي دي اللي بتوصل للناس، الى جانب في نفس الوقت الرائدات الاجتماعيه بتوعنا بيساعدونا ان هم بيوصلوا للناس، انه في ناس كتيره برضو من العماله غير المنتظمه هي من مستفيدين تكافؤ الكرامه، او الناس تقدموا لتكافؤ الكرامه ولكن وفق المؤشرات الاستحقاق لم ينطبق عليهم، وبالتالي هو ما جابش السكور الخاص بالفقر فما بقيش مستحق، ولكن عندنا البيانات بتاعته فبنوصل. ده نقطه. النقطه الثانيه طبعا الوحدات الاجتماعيه الخاصه بالتضامن موجوده في كل مكان وفي المراكز وفي القرى، فهو بيتوجه للقريه اللي قصدي للوحده وبيبدا يسال على البرامج. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا برنامج اسمه وعي مصر بالوعي بتتغير، الرائدات الاجتماعيات بيروحوا يشرحوا برامج الحمايه الاجتماعيه وازاي يتقدم وايه الشروط وكده، فبالتالي احنا بنشتغل على التوعيه باهميه برامج الحمايه الاجتماعيه وازاي الشخص يوصل يعني ويتقدم لها
ويستفيد بيها. ف طب اذا ما كنتش انا على تواصل، فليكن ممكن اكون من سكان مدن كبيره يعني، يبقى ذكي مثلا في طنطا، الكفر، الزيات، اسكندريه، القاهره، الى اخوانا مش على تواصل بالجمعيات الاهليه، اعمل ايه؟ يعني انا بقول لحضرتك هو بيتوجه للمديريات، يعني لو بتكلم يروح على لمديريه التضامن في مديريه المحافظه بتاعته. التضامن وبيبدا يقول ان هو يعني محتاج ان هو يعمل مشروع، عايز يدخل في احد البرامج. يعني احنا برضو من عندنا من ضمن البرامج الخاصه بالتمكين الاقتصادي اسمه برنامج او الاسر المنتجه، وده يعني اشتغلنا عليه من الستينات، تم اطلاقه من 1964. ده كان بيستهدف ان هو بيدرب الاسر على حرفه يدويه، وفي نفس الوقت بيساعدها في التمويل اخر ما يتم التدريب، ان هو بيوفر لها تمويل بسيط تبدا بيها المشروع بتاعها، وبعد كده احنا كنا بنساعدها في التسويق من خلال معارض ديار. حلو جدا. فاحنا يعني الاسر بتروح لمديريه التضامن، يعني لو هي عندها بدات في مرحله الانتاج وعندها عينات من الشغل، بتبدا في لجنه بتفحص الشغل وبتبدا تسجلها وبتبدا يعني توجهها للمراكز اعداد الاسر المنتجه. احنا عندنا حوالي 422 مركز على مستوى الجمهوريه، بيبدا تروح بتدرب، وبعد كده بتتقدم للاداره الخاصه بالتمكين الاقتصادي عندنا في الوزاره، او اي برنامج من البرامج المختلفه بالتمكين الاقتصادي، بنبدا نساعدها، لا اما بنوفر لها اصل انتاجي، او ان هي بتاخد قرض ميسر، او في بعض الاحيان زي مثلا برنامج فرصه لو هم من مستفيدين تكافؤ كرامه بياخد منحه عشان يبدا مشروع. بعد كده بنساعده بقى في التسويق. احنا عندنا زي مراكز اعداد الاسر المنتجه والتسويق من خلال معارض ديارنا، واحنا حاليا السنه دي معالي الوزيره وجهت بالتوسع والترويج للمنتجات اليدويه، فكان مستهدف على الاجنده 2023 احنا نعمل 25 معرض. احنا حاليا لغايه دلوقتي عملنا 22 معرض. حاليا في الوقت الحالي عندنا 3 معارض، واحد في سلطنه عمان في صلاله عشان مهرجان صلاله، وواحد في مارينا 5، ودي 8 سنه احنا بننزل في مارينا 5، والسنه اللي فاتت كنا مشاركين في مهرجان العالمين خلال معرض ديارنا، وحاليا احنا في نادي وادي دجله. والنادي ليه 11 فرع، احنا نزلنا يوم الخميس اللي فات في فرع المعادي، وبعد كده مكملين، ودي اول مره احنا بنبدا يعني ننزل في وادي نادي دجله، ولكن احنا حاطين على الخريطه ان احنا ننزل في النوادي الاجتماعيه والرياضيه، بحيث ان احنا بنسوق وبنساعد الاسر على تسويق منتجاتها، ومش بس الاسر المنتجه ولكن صغار الحرفيين والعاملين في مجال المنتجات اليدويه والتراثيه، لان القطاع ده واحد جدا بالنسبه لمصر. لسه اقول لك ده مهم قوي، يعني انا ديارنا ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، ده بامانه شديد. ومساله تشجيع المنتجات اليدويه والحرف التراثيه ده جزء من الحفاظ على الهويه بتاعتي انا كمصري، مش بس ان انا بعمل تمكين اقتصادي للاسر والافراد، لا ده جزء من حفاظي على هويتي وثقافتي وتراثي وما الى ذلك. يعني خلينا بنقول المنتجات اليدويه موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وكل منطقه جغرافيه مشهوره يعني بتراث معين، وبالتالي هي بتحكي حياه هذه المحافظه وثقافتها، بدءا من سينا والشغل السيناوي والجريد والخاص والخوص، وبدء الاسوان يعني شغل الاحجار والفخار، وبعد كده المنوفيه وشغل السجاد الحرير وكفر الشيخ والكليم اليدوي وشغل التلي واخميم والكوفيرتا يعني، وعندنا الوادي الجديد بقى والبلح، وعندنا التوابل والعطور. فهي بتبقى بتحكي، وزي ما حضرتك قلت، بتعكس الهويه المصريه للعالم كله، وبتعرف الناس بتراثنا وثقافتنا المتاصله. ده جزء الى جانب التمكين، ولكن الجزء الاهم ان القطاع ده قطاع كثيف العماله، فبيساعد في حل مشكله البطاله، معتمد بشكل اساسي على السيدات، معظمه من السيدات، فبيدي فرص تمكينيه للسيدات. كمان قابليه التصدير فيه عاليه، لانه حجم القطاع على مستوى العالم بنتكلم في حوالي 680 مليار دولار. كلميني عن التصدير اكتر في القطاع ده تحديدا، منتجات ديارنا والمنتجات التراثيه واليدويه، احنا بنشتغل على تصديرها؟ احنا بدانا السنه دي نفتح اسواق،
خارج مصر في المنطقة العربية. بدأنا أول في يناير اللي فات بمعرض العربي للأسر المنتجة، وده كان معنا 13 دولة. بدأ يحصل احتكاك وتبادل خبرات ما بين العارضين المصريين والعارضين العرب، بحيث بيبدأ يعني نفتح مجال للتصدير. تم طلب بعد انه نقوم ببعض البرامج التدريبيه لبعض الدول العربيه في مجالات مختلفه، يعني مثلا موضوع الصواني النحاس اللي مشغوله بالصدف هما ما يعرفوهاش. طبعا المنسوجات القطنيه المصريه ليها قبول يعني شديد جدا في المنطقه العربيه، يعني في المعرض بتاع سلطنه عمان اكتر حاجه بيبقى فيه طلب عالي جدا عليها المفروشات القطنيه والفوط والنهات بتاعتنا. ما شغل القطن المصري ده براند عالمي، يعني لو قطن مصري هات. والحاجه الغريبه يعني حتى الكوفيرتا بتاعت سواج بتاعت اخنين عليها طلب، ورغم ان هم يعني عندهم الجو حر، ولكن يعني خلال فترات الشتاء القليله جدا اللي عندهم بداوا يتعرفوا على الكوفيرتا ويطلبوها. الكليم كمان اليدوي لقى قبول عندهم، خاصه انه في الفنادق يعني ان هم بيبقوا محتاجين اللي هي الكليم الاحجام الصغيره. فبدا يحصل فيه طلبات خاصه بالتصدير، ولكن احنا متوسعين الفتره الجايه باقي الخمس شهور او الاربع شهور الباقيه من السنه ان احنا هنبدا ننزل. عندنا ثلاث معارض، عندنا في دبي وعندنا في قطر وعندنا في البحرين. دوله كوت ديفوار يعني في بعثه جايه منها خلال شهر 10 الجاي، وطالبين ان يبقى مشاركه مصر في المهرجان عندهم السنوي الخاص بالحرف اليدويه، وكمان هما جايين يطلعوا على التجربه المصريه في مجال تطوير الحرف اليدويه. بدانا احنا كمان من خلال مذكرات التفاهم الثنائيه اللي ما بيننا وبين الدول المختلفه ان احنا ننشط موضوع تبادل الخبرات واقامه المعارض المشتركه في مجال الاسر المنتجه. فاحنا بنحاول ان احنا الفتره الجايه ان احنا ندخل يعني السوق العربي. السنه الجايه احنا مستهدفين السوق الاوروبي والامريكي. ولما بدأنا نعمل دراسات سوق سريعه كده ان السوق الامريكي ما فيش حد بيصدر ليه من المنتجات اليدويه المصريه، ففي بوتنشال عالي جدا ان احنا ممكن من خلال الوزاره وقدرتها، لان لما بتكلم على الصغار الحرفيين هو ما عندوش القدره الماليه ولا المعرفيه ان هو يدخل ويغامر ويطلع يستكشف سوق وان هو يدخل يتسوق. فاحنا بنحاول ان احنا نساعدهم ان بنسوق بالوكاله، يعني بدانا ناخد منهج جديد ان احنا ننزل نسوق بالوكاله، وده اللي حصل من خلال معرض ديارنا في عمان، ان احنا بدانا يعني نسوق بنفسنا احنا كوزاره، احنا اللي بندير المعرض واحنا اللي بناخد بنشتري المنتجات من العارض عشان نسوقها له. فموضوع التصدير احنا حاليا بنعيد هيكله مشروع الأسر المنتجة، وموضوع كمان التسويق الإلكتروني بدأنا ندخل فيه من خلال التواصل والشراكة مع بعض المنصات، منها المنصات الحكومية ومنها المنصات الخاصة عشان نشتغل على التسويق. فبنحاول هيكلة المشروع كله، لأنه زي ما بقول لحضرتك ممكن يتعامل تعاون مع شركات متخصصة في التصدير، يعني تبقى الوزارة بتساعد على التسويق عن طريق المعارض، والشركات بتاعة التصدير بتشتري المنتج من العارضين الأساسيين أو المنتجين بتوع الناس اللي اشتغلت بإيديها، وهي اللي تودي على هناك. احنا بنشتغل على المنظومة ككل من طبعا. أول قاعدة البيانات، وحاليا بنعمل منصة لتسجيل الأسر المنتجة، وكمان حتى خاصة بالبرامج التمكين الاقتصادي، بحيث ان احنا بنرصد خلاص تدخلات وزارة التضامن في التمكين، حجم المشروعات، توزيعها جغرافيا، عدد المستفيدين، متوسط المشروع، الأسر المنتجة اللي موجودة بالحرفة بالمنتج، بحيث ان يبقى عندنا خريطة كاملة بتساعدنا واحنا بنصمم وبنطور البرامج بتاعتنا. بنشتغل من أول قاعدة البيانات، بنشتغل كمان دلوقتي على تطوير برامج التدريب، بنشتغل على موضوع التصاميم، والتصاميم في الحرف اليدويه مهمه جدا، لان هي دي اللي بتساعد المنتج صحيح. على التسويق، انه يبقى لازم التصميم متطور وفي الطابع التراثي، ولكن برضو بيواكب الاتجاهات العالميه، وخاصه لما بتكلم مثلا على السجاد والكليم اليدوي، يعني دي من الحاجات التراثيه بتاعتنا، ولكن بدا يعني التصميمات التقليديه مش هي دي يعني اللي عليها الطلب العالي، ولكن الحاجات المودرن والحاجات المتعلقه بالديكور والتجهيزات العالميه في الالوان وفي التاسيس و ف
فالتصميم برضو مهم. موضوع التسويق لازم يحصل فيها شراكات مع القطاع الخاص يعني، والشركات المتخصصة كمان في التسويق وفي أبحاث السوق، لأن هي دي اللي بتبقى حضرتك محتاج قبل ما تدخل السوق لازم تبقى مكتشف، لأن مش كل المنتجات هتلاقي القبول. صح. فلازم كل سوق بيبقى له احتياجاته الخاصة بيه وأذواقه طبعا المختلفة. دكتور ميرفت نورتينا وشرفتينا، وبعدين رفعتي معنوياتنا لفوق، يعني في واضح انه في تحرك وحلو وكثيف وسريع في نفس الوقت، ويا رب يسهل كل شيء بيعدي باذن الله. شدوا حيلكم اكتر من كده كمان، لا لشيء لمجرد بس ان احنا كل ما هنوصل لحته ونعمل بنش مارك احنا هنعلي على نفسنا ان شاء الله. التنمية المستدامة عايزة تكاتف كل الجهود يعني عشان نوصل بمصر ونطلع ان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور ميرفت. كل الشكر لدكتور ميرفت صابرين المشرف على مشروع دعم العمالة غير المنتظمة ومساعد وزير التضامن. خلصت الحلقة لحد كده صحيح، لكن الكلام لسه ما خلصش، وبالتالي ان شاء الله لو كلنا العمر نكمل الكلام بقى بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.